تضابق سيدتنا أرضي وكغل انشبيه كلية ده كلا دون جامعات دو قوليس أيام أنت مناسبة الله قبتي مقالة ده هرقيسة وحانا مضاش عسي قوب شوكا ها مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي يكو حيقين كيسا عبد الرحمن سيليعي إن كاستواني قوبتي اسكسو قارين وحكالو مناسبة ده كقايب قلي حبنا كترسن قولها وزيرة ده قدوميها حس بيقى أعود وفتي كسعودة جامعات كويا لوضن كيثوبيا وغورين قدوميها قود ايشام عدها قولي السعيد احمد حسن ايا فافا يترد قود ارده ما انتقل انشمين سيئي كل ايدها لمايين وحمودنا مدح ويني هل كانت فرده كعب بيني يا ماطا ارده هل كانت فرده ايه تضوبن بقول يستدير يستديتك ايشام عدد قولي سفرعها القيسة كقل انشمين سيئي ايه نووي فرتين اي بقول يصدن ارده لا سعانوت كتل الجميل واحد ما انت عطيني ارضي راسي دلوان بواجبات واجبات كوني اي سوين اكسنو رما يستيل او اتحامدي ووينا يكوي تسكاها يكويسكي يا سايم الندي يوحي لقدون يوردن بواجبات كوني اكسو بحيل حبنا كترسن قولها وزير هذا وفتي كسعودي كام عادها ودن كيثوبيا عيا يقونا مدشا كتيدي يخوض بضو حنا دمان توض حنباليين أرديد قولي سيتي أما بقل انشبيسي قدوميها حسب قوعد انشو نير فيصل علي ورابي ومدشا كهال لي أي أرديد كلا دردان مي إني ودنية دحوتيان وحويه ما انت دلكينو كام عادة بدن قولي هاي دائما هدي وي لكن وحا مشكلة دين وحويه وحا عاندين هاي نام ودعاء هي ودي دعائنا دعاء ودي دعائنا إذن فرو فرج في عن إلهي دلكينا وخدي قدل إذن خانته إذن كدب مدحوينا سومالي لان موسى بيحي عبدي وقبل قبل مناسبة دكاها اللي أي أبقى دي أردي لقل إن شبسي أردي دين ما تهلقا شوت هو عيدة صوت الله نكي نزوال تنبري وسعيدي هنا إلى مارتي دلكا سيكون بكوي بسيها شكي قوي اسمي سينا كيردو كبيبي عافمات إسلامات وكلتها إنتا حرم مبقا لعادنا موسى بين إسوه كبروه تال كارب الويري وحوصة صوى صاري وماكو عيدنا ومدوري دلكو ديري لقارو سميا ووضو سميا وعافمات سميا وحرم مريا مدوري إذن كنا تيبا لكنا بينا كلتها سوالنا ما تدريد كدو حق رعاي كسودر إلى كلامنا تجمع عدد ما تيجاش بيني سأل كلام رجع فرد ما أنت ورور بيت قبطة أما وقوة أولي هي كل أدوش هل ما يصير شيء كبير هل بدر ما هذا كان وزير ما أول وامع ما حصل ما كان ورور بسيط بسرعة وش ما إن وش كتبنا تاس وايد أبابي سر الأبابي نبغى نديار واحد أنا قدرنا جوتنا إذا أنا وقعت waxaan halkaasii ugu dambeyn abaalmarinno kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Goliis ee magaalada Hargeysa qaar kamid ah ardayda maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Goliis ayaa dareenkooda la wadaagay telefishanka Home Cable magacaygu waa Saad Xaj Cabdullaahi Maxamed markii hore Ilaahay baa maas kale alxamdulillaahi rabbil aalamin ii suura galiyay inaan maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Goliis University mar labaad ka waxaan halkan uga mahadnaqayaa family-gayga ugu qaliga gaar ahaan hooyadii macaan iyo aabahay iyo walaalkay Khadar Xaj Cabdullaahi Maxamed iyo dhammaan family-ga kaleba soo magacaygu yahay Cabdiraxmaan Saciid Jaamac waxaan aad iyo waxaan mahadcelinayaa Ilaahay ii suurta geliyay in maalintan wanaagsan ii qabsanto waxaan kaloo aan mahadcelinayaa aabaha iyo hooyaday oo ii suurta geliyay maanta maalinta farxadeed inay si haboon igu dhacdo Hassan Galayd wararka Home Cable Hargeysa